وأيضا في نفس السياق أو في يعني ما يتعلق بتركيا، ولكن إلى الاقتصاد، تسببت الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا وتوقف كثير من الشركات عن العمل في ارتفاع معدل البطالة لتصل إلى 13% وفق هيئة الإحصاء التركية. وفي ظل ارتفاع معدل البطالة انهالت الانتقادات على الرئيس التركي أردوغان وحكومته بسبب سوء إدارتهما أزمة التوظيف، إلا أن أردوغان قرر مرة أخرى أن يدافع عن نفسه بنفسه، وهاجم العاطلين بالقول إنه لا يمكن أن يتمكن كل الخريجين من إيجاد فرص عمل عقب تخرجهم، وهو ما أثار غضب الكثيرين من خريجي الجامعات. كما أضاف، ليس شرطا أن يجد الخريجون وظائف بعد تخرجهم من الجامعات فورا، عليهم الانتظار. وتشير بيانات هيئة الإحصاء الأخيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع 938 ألفا على أساس سنوي، يبلغ مجمل عدد العاطلين في تركيا 4,253,000. للتعقيب حول هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. أستاذ دكتور كريم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أفندم. يعني الأمور المتعلقة بالاقتصاد التركي يبدو أنها تتطور بشكل كبير، لكن الأرقام الخاصة بمسألة البطالة تحديدا وتوفير فرص عمل مع التصريحات الاستفزازية لأردوغان والتي يستفز فيها الخريجين من الجامعات والباحثين عن فرصة عمل، إلى أي مدى بتصاعد من الأزمة أكثر وربما يعني بتشدد أو تزيد من الغضب لدى هؤلاء الطلاب؟ طبعا احنا اتفقنا مرارا وتكرارا وتحدثنا على ان يعني تركيا بتواجه ثلاث مشاكل او اربع مشاكل اقتصادية كبرى. ارتفاع معدل التضخم ليقترب من 20 أو 22%، هو أعلى معدل من 15 سنة. معدل البطالة وصل 14%، هو أعلى معدل من 10 سنين، مع انخفاض سعر الليرة التركية أو تدهوره وعدم استقراره بشكل مستمر مع أزمة الديون الخارجية التركية. تشكل هذه المشاكل أو أربع مشاكل مشكلة كبيرة للاقتصاد التركي. نسبة البطالة طبعا في تركيا وما لها من أثر سلبي على الاقتصاد التركي، يعني معهد الإحصاء التركي سجل أن في عام 2019 تقريبا دخل 1,000,000 عاطل جديد ضاف إلى معدل البطالة. يبقى احنا كان عندنا تقريبا 3,250,000 عاطل في 2018، زاد السنة الأخيرة 1,000,000 عاطل. طبعا دي ظاهرة اجتماعية سلبية جدا بالنسبة للاقتصاد التركي. وهنا أردوغان يعني الرئيس التركي يعني خرج من إطار التراشق بالألفاظ مع دول الجوار ومع الدول الأوروبية إلى التراشق مع شباب ودخيل سوق العمل الجديدة في تركيا، وده طبعا بيعظم الأزمة، لأنه هو يعني أصبح يوم ورا يوم وفترة تلو الأخرى أصبح ليس لديه حلول للمشاكل الاقتصاد التركي، وابتدى يخرج عن 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 اطار الداخلي او عن مشاكله الداخليه بان هو يبتدي يصطنع مشاكل وهميه مع الدول الاوروبيه مع الدول العربيه، يعني بيحاول يصنع ويبحث عن بطولات زائفه ان هو يحاول يرجع شعبيته وحزبه العداله والتنميه اللي انهارت بشكل كبير، وده ظهر من يعني مئات الالوف من الاعضاء في حزبه اللي ابتدينا يخرجوا عشان ينضموا لاحمد داوود اوغلو او علي باباجان او كل الخارجين من حزبه. طبعا يعني قد تكون يعني الازمه الاقتصاديه التركيه اصبحت انعكاسها واضح على حدوث ازمه سياسيه في تركيا. يعني المعارضه دائما في حاله انتقاد لي، وهو يعني ما عندهوش اي ردود ولا اي نوع من انواع المصالحه، البحث عن بطولات زائفه او بلطجه، سواء مع ابناء شعبه، يعني مثلا هو اقال اكثر من ثلاث رؤساء بلديات من هم ناجحين بانتخابات في انتخابات البلديه الاخيره، تحديه المستمر لرئيس بلديه اسطنبول الجديد امام اوغلو ان هو بيحاول ما يشركوش في اي قرارات وما بيدعوهوش الى الاجتماعات اللي بتقوم بها الحكومه. كل هذه ظواهر
سلبية يعني نعم، ليها بلغ الأثر على لكن ارتفاع نسبة البطالة بهذا يعني الرقم الكبير، مليون زادوا فيه يعني من 3 ملايين كما ذكرنا و253 ألف إلى 4 ملايين و253 ألف. طيب يعني زيادة هذا الرقم ومعدل البطالة عندما يرتفع بهذا الشكل ماذا يعني اقتصاديا؟ هل يعني بمؤشرات أخرى في قطاعات أخرى من الاقتصاد؟ طبعا بالفعل، طبعا زيادة عدد العاطلين بهذا الشكل الكبير، وصول نسبة البطالة ل 14% وعدد العاطلين ل 4,250,000 عاطل، ده طبعا يعني هي تركيا كانت بتعتمد بشكل أساسي في بداية الألفينات على الاستثمار الأجنبي المباشر، استثمار أجنبي مباشر، معناه استثمارات جديدة بتخش تركيا، معناها مصانع وشركات وزيادة في التوظيف. طبعا مع أزمة أردوغان مع العالم الخارجي مع دول الجوار مع الجميع، ده بتقلل الاستثمارات، لأن الاستثمارات جبانة أو رأس المال جبان، وبالتالي أي دولة فيها مشاكل وفيها توترات وفيها خلافات مع الجميع ده بتخلي الاستثمارات تهرب منها. ايضا ان هو يعين صهره وزيرا للماليه يتحكم في اقاله رئيس البنك المركزي، ده بتدي مؤشرات سلبيه للمستثمر لكن المستثمر. معنى هذا يا دكتور كريم انه الاقتصاد التركي نفسه يعني لا يعتمد على نفسه في الاساس، يعني بمعنى انه يعني لا توجد ما يكفي في تركيا من صناعات ومن شركات ومن يعني أمور تجعل الاقتصاد ينهض ذاتيا كما نقول، لا يعني هو معتمد بشكل أكبر على الاستثمارات كما ذكرت حضرتك، ففي أي وقت ينسحب هؤلاء المستثمرون سيتأثر الاقتصاد بدرجة كبيرة جدا. لا ده هو يعني الاقتصاد التركي يعتمد بشكل اساسي على الاستثمارات الخارجيه، لا بيحاول عكس يبحث ما كانوا يروجون، يعني دائما ما كان يروجون لفكره انه الاقتصاد التركي هو اقتصاد ذاتي ويعتمد على نفسه. يعني لا هو الاقتصاد التركي يعتمد بشكل اساسي على الاستثمارات الخارجيه، حتى انه حتى يعني حتى نوعيه الاستثمارات اللي كان بيعتمد عليها كانت في مجال الصناعات متوسطه التكنولوجيا، يعني كمان تركيا ما عندهاش تكنولوجيا عاليه في الصناعه، قاعده الصناعات بتاعتها ما فيهاش تكنولوجيا عاليه، هي بتعتمد بالاساس على التكنولوجيا المتوسطه اللي هي صناعات الغزل والنسيج والمواد البناء والمواد الكيميائيه، يعني دي تلك الصناعات اللي كانت بتعتمد عليها تركيا بشكل اساسي. ايضا كانت بتعتمد على السياحه، كانت السياحه مصدر هام جدا للاقتصاد التركي ومصدر دخل هام، ولكن طبعا يعني منذ عام 2015 و16 بالذات عام 2016 شاهد اكبر انخفاض للسياحه التركيه نتيجه العمليات الارهابيه، حصلت فيها اكثر من 10 عمليات ارهابيه في 2016 مثلا، زي عمليه انفجار ميدان السلطان احمد وسط اسطنبول، مطار اسطنبول اللي مات فيه 50 واحد و75 مصاب، تفجيرات ازمير، ثم دخلنا في عام 2017 تفجير الملهى الليلي وحوادث اطلاق نار وخلافه، كل ده خلى معدل السياحه ينخفض في تركيا لاول مره او الاقصى معدل انخفاض منذ 15 عام، منذ 22 عام، يعني معدل السياحه التركيه لم يتدهور بهذا الشكل منذ عام 94 تقريبا، وده طبعا ليه بلغ الاثر وليه اثر سيئه على معدلات البطاله اللي زادت بشكل ملحوظ. كان كمان السياحه دي من القطاعات الاقتصاديه الهامه جدا اللي كانت بتوظف عدد كبير جدا من العاطلين عن العمل، وكانت وطبعا الهام السياحه تاثرت بشكل كبير بسبب العلاقات المتوتره مع معظم دول العالم، بالاضافه طبعا للعلاقات المتوتره مع دول العالم، يعني في الكام سنه اللي فاتوا في قفل اكثر من 350 شركه ووكاله ومكتب سفريات في تركيا، ايضا افلاس شركه تامس كوك البريطانيه ايضا، يعني صحيح. يمكن يخسر تركيا ما يقرب من مليون سائح. ايضا دول الخليج نتيجه يعني صلات لسان اردوغان وتراشقه وابتداء ان هو يعني يدي تصريحات غير مسؤوله، يعني هو نقدر نقول اهوج، يعني بيدي تصريحات غير مسؤوله على دول الخليج، يعني خلى ان السياح الخليجه خاصه السعوديين خفضوا معدل زياراتهم او سياحتهم لتركيا بتتراوح من بين 30 من 35 الى 50%، فكان تركيا بيجي لها تقريبا ما يقرب من مليون سائح خليجي، طبعا ده انخفض بشكل كبير، وكان في بيان طبعا اصبح يعني اصبح هؤلاء يعني لا يذهبون او لا يختارون تركيا كوجهه لهم سياحيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد السياسي.